واعتقد اكتر حاجه من المخاطر، يعني انا في كل المحاضرات وكل الندوات وكل اللقاءات دايما بتسال على موضوع الوظائف. بس لو احنا بصينا على الارقام اللي انه موجوده الاله تبدل محل البشر في بالظبط الوظائف. كده، بس الارقام اللي طالعه ما بتقولش كده. الارقام بتقول انه ممكن يكون هو فعلا هياخد وظائف كتيره، وابتدى ياخد وظائف اول حاجه منها خدمه العملاء، لكن على الصعيد الاخر زي ما احنا بنقول كده هو فتح كام وظيفه جديده. يعني انا كنت في مناقشه مع مجموعه بتاخد كورس AI for everyone اللي هو الذكاء الاصطناعي للجميع تبع وزاره الاتصالات، وكانت دي المناقشه. طب يا دكتوره، ما دلوقتي هيجيبوا روبوت يقوم بحاجه. فانا سالته قلت له طب حضرتك الروبوت ده هيقوم بعمل كام واحد؟ قال لي بعمل موظف واحد. قلت له طب حضرتك ما تسال نفسك في كام واحد هيشتغل عشان يعمل الروبوت؟ يعني خدها من الناحيه التانيه، احنا بنبص على الوظائف اللي هي ممكن تكون هتندثر، ودي كتيره جدا زي ما حضرتك بتقول. دراسات عماله تكمل وعماله في دراسات يعني صعبه جدا علينا ان احنا نتقبلها، وان هيتم احلال عدد كبير جدا على 2027، وكل مكان عمال يعمل دراسة يمكن تكون متشائمة جدا. أنا بقول عليها كده. وكلام جميل، يعني إحنا هنفتح وظيفة تانية إنك تشتغل مبرمج وظائف. لكن أنا النهاردة بتكلم على الشخص اللي بيسوق العربية تاكسي. النهاردة هتتحول السيارات ذاتية القيادة. بنشوف سوبر ماركتس في أمريكا من صح. أول ما بتخش لغاية لما بتخش ما بتقابلش بني آدم، انت بتتعامل مع الات وبتخش بالماشين بالماستر كارد او الفيزا بتاعتك بتدفع وتخرج، صح ولا انا غلطان؟ جميل. طيب الناس دي هل عندها القدره انها تطور نفسها وتدرس زي ما حضرتك قلتي؟ ولو ما درستش هل هتتعرض لمستقبل وظائف كتير قبل كده؟ هو هيقدر ياخد وظائف جديده. حضرتك لمست كلمه مهمه جدا، لو هو طور نفسه. لان الشات GPT-4 دلوقتي قادر ان هو يكتب البرنامج، عشان كده احنا مفروض نقدر نطور نفسنا. بدل ما انا يبقى كل قوتي ان انا بكتب البرنامج، في نقطة تانية اشكالية كبيرة قوي بنحتاج فيها للبشر، وهو تفسير نتائج البرنامج. يعني واحد من التحديات انه حضرتك هتستغل التقنية بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي هو داتا اناليسيس. داتا اناليتكس. شكرا برضو ان حضرتك قلتها بالانجلش، لان في اتنين اناليسيس واناليتكس. اناليسيس ده التحليل البسيط، زي ما احنا كنا زمان بنشتغل في الكلية مثلا على برنامج اكسل، فبتدخل بعض المعطيات وهو بيقوم بالعمليات الحسابية المعقدة ويطلع لحضرتك دراج فيطلع هو اكزاكتلي هو ده وكنا مبسوطين جدا لان هو كان عنده قدرة على التعامل جدا. لا لا كنا سعداء سعادة رهيبة. يعني بصوا عندنا اكسل شيت